بدنا مطار الرعاية. هذه ريتها هذه اللي نحبها. نحب رضا الوحش نمران تاع الترجي المشجع الاول. هذيك دمي، هذيك عيني، هذيك حبي، هذيك بابا، هذيك ماما. اول كوب دوموند مشيت في باريس انا تاع تونس 98 وعملت القرار. كنت هامل قبل وكنت صايع، كنت نشرب، كنت نسهر، كنت امور الترجي ما يعرفش تحقيقها. اللي رضا الوحش اول جمعه نتاعي وقفوني في الحبس بطبيعه المظلوم. انا نشجع وما طلعوا لي المنصه، طلعوا لي الجرادان ويضربوا فيا في المنصه نتاعي. واحنا ثلاثه من الناس، ثلاثه من جمهور الترجي، اربعه كلها كلوبيستيه في بوغاتا في حماطه في دواتفيه. شنو رايك في مردود المنتخب الوطني في الكوب دافريك؟ وشنو رايك في الاستراتيجي نتاع المدرب؟ كنا نجموا نربحوا ولكن الفار ما انصفناش. الفار مشى ضد المنتخب التونسي بصفتهم كلهم افريقيين، ورئيس الكاف افريقي ومسؤولين افريقيين، ومنتخب تونسي شكا، منتخب الجزائر زاد كيف كيف، زاد ما انصفهمش وقدموا قضيه في الفار وفي الحكام. عسلامه. عسلامه، مرحبا بالواقع التونسي. يعيشك، لاباس عليك؟ الحمد لله ونعم بالله، نشكره ونحمده ونشكره يا رب. نتشرفوا بلقائك يا وحش. رضا الوحش نمبر 1 تاع الترجي المشجع الاول، وديما يقعد رضا الوحش مشجع ضد المنتخب. سؤالنا اليوم، شنو رايك في مردود المنتخب الوطني في الكوب دافريك؟ وشنو رايك في الاستراتيجي نتاع المدرب؟ والله شو نقول لك، والله تونس تسخف مسكينه و بون لعبت صحيح مع فريق ضعيف ياسر، اضعف منا ب 10,000 مره، وفازوا علينا هفوا غلطه دفاعيه بنبني على اليمين، سجلوا نابونتو، بعد حبينا نسجلوا ما نجمناش، وثم عده لاعبين قاعدين على البنك يزمهم يلعبوا، فهمتني؟ وهذيك احكام الكره. وقلت لهم المره الاخرى، قلت لهم ان شاء الله المباراه الثانيه تونس تتحسن وثم تغييرات وثم كل شيء، وبالفعل جات تغييرات. بون ثم تغييره واحده ولا تغييرتين، فهمتني؟ وبالنسبه للفرق الاخرى كلها تبدل اربعه خمسه دقيقه، خمسه مازالت 25 دقيقه ولا 20 دقيقه بدلوا وعملوا تعادل، وكنا نجموا نربحوا ولكن الفار ما انصفناش. الفار مشى ضد المنتخب التونسي بصفتهم كلهم افريقيين، ورئيس الكاف افريقي ومسؤولين افريقيين، ويتحدوا مع الفرق الافريقيه، وفهمتني؟ ومنتخب تونسي شكا، منتخب الجزائر زاد كيف كيف، زاد ما انصفهمش وقدموا قضيه في الفار وفي الحكام وفي الواحد، وهذاك علاش ديما تونس. وان شاء الله يا ربي، ان شاء الله نتفائل انا وديما نقول يا ربي كان الخير على تونس، نحب تونس الله غالب، فهمتني؟ ان شاء الله يا ربي يوم الاربعاء ان شاء الله يا ربي نفوز ان شاء الله. ان شاء الله. باهي، نجموا نقولوا اللي المنتخب التونسي تظلم. مظلوم منتخب تونس، مظلوم. وجمهور تسب وهو المدرب هاو به وعليه. المدرب كان ربح وترشح، راه احسن مدرب. راه انا ضد الجمهور التونسي اللي يسب المدرب هذا وخايب، والفيسبوك هذا ضد الكل، ومش معقول يسبوه. انسان رجل طيب، وهذاك حد مجهوده مسكين، هذاك حد مجهوده قاعد يلعب وقاعد يربح، ربح ماتشوهات ومترشح وحب يلعب بكلوات، يخاف من التنبير ومن الواحد، وان شاء الله ربي معاه. انا ماني ضده، يكمل الماتشوهات نتاعو ويعدي يطرح، وكان ربي معاه مشى ربي بقدره الله ربي يمشي معاه، وان شاء الله يا ربي يترشح ويولي جلال قادر جلال قادر. انا ضد العنف هذا، ضد السبان وضد الشتم، وربي يهدي الجمهور التونسي وان شاء الله ننتصر ان شاء الله. ان شاء الله. كنت قلت لي في اول الانترفيو اللي انت المشجع رقم واحد للترجي الرياضي التونسي، احكي لنا على الترجي. الترجي الرياضي التونسي هذيك عروقي، هذيك دمي، هذيك عيني، هذيك حبي، هذيك بابا، هذيك ماما. الترجي الرياضي التونسي ديما موجود، حبه من حبه وكره من كره. رضا الوحش يقعد ديما نمبر 1 في التاريخ. رضا الوحش انا مش عامل لي تمثال في البارك، ورضا الوحش ديما موجود، لاني طماع ولاني قواد، ما نهزش قفه على خاطر انا، عمري ما نهز قفه ونجي نهزها للبارك، ويعرفوني نحب الدراب والترجي هاي. هذه ريتها هذه اللي نحبها، نحب الترجي ونحب جماعه جمهور الترجي ونحب المسؤولين الترجي ونحب الناس كلها. مي في نطاق محدود، عندي عده ملاعبيه واقفين معايا يرحم والديهم، يعاونوا فيا، يمدوا لي كي تلعب الترجي كره اليد ولا كره قدم ولا كره سله سافروا يعاونوني يمدوني، حتى حمدي يمد زاد يعطيني ويمد لي يقول له اعطيني مشي له وانس يا حمدي، نحترمه ونقدره. من اللي كان قبل نشجع في الترجي في الثمانينات من 79 وانت طالع وانا نشجع، سي حمدي كان محب في المنصه ويقعد
ونمشي ويفرح بي ويمد لي ويعطيني ويعرفني انا ما نمشيش. وديما نقول له سي حمدي راني بخشمي، راني بخشمي ما نطلبش، كان جاتني حاجه من عند ربي مدوها لي ناخذ، فهمتي؟ وبرشا مسؤولين لفايده بالتعليم وبرشا رؤساء، ونحب الرؤساء الكل راه ما ثم حد او تابع سليم او تابع منذر زنيدي او تابع زهير او تابع حمدي، تابع الناس كلها رضا الوحش اللي ماتوا واللي حيين، ديما رضا الوحش يحب الترجي، والمسؤولين كلها رؤساء الترجي كلها ورؤساء الكره كلها يحبون، ما ثمش رئيس ما حبش رضا الوحش، والتو موجودين والحيين موجودين، يرحم سي ناصر الكناني. دخلني نخدم من الشركة العربية للسياحة، مشيت لباريس، مشيت أول كوب دو موند مشيت في باريس أنا تاع تونس 98 وعملت القرار. والتاريخ يثبت والجرايد تكتب والصحافه تكتب والقناه الفرنسويه تكتب تحاضر كل شيء. والحمد لله ناصر الكناني يرحم والديه انا في فرنسا وجا ماتش مباراه كره اليد ما ثمش تشجيع ما ثمش شيء، وين الوحش؟ قالوا نريد الوحش في فرنسا باريس، طلبوني هبط يرحموا سي ناصر وينعم هو رئيس الترجي قبل 82 ناصر الكناني هو رئيس الترجي يرحمه، كان بي دي جي في الشركه العربيه للسياحه، شركة فرعون السعودي الله غالب، الشركة مشيت فلست خرجنا 87 هبطت أنا، خليت أوراقي أنا في فرنسا عندي ريسي بي سي، جات مباراة إسرائيل تخلى فرنسا أفون 80 عنده الحق في الأوراق، عطوني ريسي بي سي على أساس باش ناخذ أوراقي، جا ماتش الترجي الأفريقي 79 خديت طيارة هبطت لتونس، قعدت حتى الثمانينات جونفي 80 فرجت الترجي الافريقي وبالمبادره فاز الترجي على النادي الافريقي 1-0 والهدف شد له عبد الحميد الكنزاري لاعب سليمان من سليمان من بوزلفه فهمتني، وجاي يلعب في الترجي هو ربي يشفيه معاقته ولا سقيم مسكين نهض معاق فهمتني. وكي رجعت لفرنسا باش نرجع لفرنسا باش ناخذ اوراقي قالوا لي فيني توا توا اون تونيزي ماتنون 80 سنة، وليت قطعت السي بي سي ورتعت الكل ودخلني ناصر الكناني نخدم كرسي معاه، عديت 3 سنين والشركة فلتت، جات انتخابات بين منذر زنيدي وعبد الحميد منذر زنيدي وتم اسمه بي دي جي اخر منصف الكواش، جات انتخابات رئاسية للترجي 86 87 87 عملها هنا في قطر في قطر هذا في بحث الولايه، عملوا انتخابات وقعدنا الناس كلنا نستنوا اللي يحبوا الترجي بشير الوسيف يرحمه عالمي عزيز بنوس يرحمه العلوش يرحمه اظن حباق ضم الترجي انا تعلمت عليهم خديت المشعل فهمتني. وترشح سي منذر الزنيدي هو رئيس الترجي الرياضي التونسي، النهار الاول النهار الثاني النهار الثالث انا في عتينة الموتور الشركه العربيه للسياحه، الموتور راكب عليه الموتور وفي البارك نمشي نترجم انتريمون، جاني منذر الزنيدي يذكره بالخير يرحم والديه وبارك الله فيه، فهمتني؟ جا ضربني على كتفي تلفت له قال لي رضا عيطي رضا ما عيطيش الوحش نحترمه انا ياسر ونحبه ياسر زاد هو الشخص هذا، فهمتني؟ وقال لي تخدم، قلت له سي منذر الشركه فزت وهاني بطل، وبالطبيعه تعرف بارك الترجي الرياضي التونسي تسمى الشركه العربيه للسياحه تبع الديوان التونسي الديوان التونسي للتجاره تبع وزاره الاقتصاد، قال لي هاك ديوان التجاره اللي مقارن له 60 مقارن، قلت له يا ريت سي منذر، قال لي اجي تو ندخل ولدي ما ثم حتى مشكل، قلت له يرحم والديك تو نطل، قعدت 20 يوم كنت هامل قبل وكنت صايع كنت نشرب كنت نسهر كنت يعني ال 20 يوم قبل 20 يوم بخمس ايام مشيت لديوان التجاره وفرح بيا وقعدت غاديك، وبعد نلقى واحد اخر من المصارعه التونسيه للترجي الرياضي التونسي شكري بوتشيش عيطوا له شحال فهمتني، عيطت لنا سي المنظر ودخلنا لديوان التجاره، خل البي دي جي اللي تحته سي المنظر قال له طور رضا العياري وشكري بوتشيش هزوا من الارشيف، هزوا الارشيف نتبع وزاره ديوان التجاره ونخدم في الارشيف الحمد لله وخدمت، وهي برشا قصه ياسر برشا قصه ياسر قصه تاريخيه قصه غرام هكا وليت وكانت سبب معناتها في انك برشا انك توصل للمرتبه باهيه. انا ديما نقول قلت لك عاد دخلني سي المنظر وخدمت والله غالب مادام انت شدتيني باش نحكي معك على التاريخ، قلت برشا جمهور الترجي ما يعرفش الحقيقه اللي رضا الوحش اول جمعه نتاعي وقفوني في الحبس، اول جمعه رضا الوحش يتوقف في الحبس على اساس ايش؟ بل ما ندخل دخلت ديوان التجاره وخرجت ونشرب انا الحمد لله ربي الله يعطي المعصي عمل عمرتين بحذا بنتي في الرياض واخر عمر الثالث عملتها مع الترجي بطوله عربيه اللي لعبوها في الباحه وفي الطائف في السعوديه كنت غادي موجود هيك انا على الموتور وطلبوني جاني تليفون هزيت قالوا سير ما الوحش وينك؟ قلت له ماني في تونس شيخ، قالوا لي الوحش راهي الترجي تلعب كره السله دور النصف النهائي الترجي راهي تونسي جابت بوكتلا كانت عندنا يا ربي سيدي عندنا كرة السلة جمعية كبيرة ياسر وهزوا تيتروات وبطولات. إي وليت خلت البوكات نلقاهم خاسرين 5 بوان ل 6 بوان
تسمع فيا نقام خاطرين 5 بوان ولا 6 بوان بديت نشجع نعيط طف هكا هكا بنات تروني فرحوا بداوا يلوحوا بدي بواني بدات الترجي رابع 6 بوان يعمل هكا يدخل الجمهور بصفتهم ينتميوا للنادي الفريقي ديبوت فيه البوقطفه ويحبوا البوقطفه وهذول جماعه العجيمي فهمتني يدخلوا فيه بالضرب هما يضربوا انا نضرب ضربت دفعت على روحي دم شرت الحوايج مقطعه هبطوني للتيران البنات واقفين قاعدين لوطه طايحين ويبكيوا قلت لهم ما تبكوش يربحوا ماتش تروح شفتوا اذا راحش معروف ديريكت يزوروا الحبس هذول الحبس 9 فريق 9 ابريل دخلوا الحبس بيدي كرولا واحد والحمد لله وهذيك كانت النهايه البدايه نتاعي ونشكر منذر جنيدي ولقف معايا وبرشا نذكر رؤساء المحكمه نتاع تونس ولا ذكر في اساميهم معروفين فهمتني نذكر الرئيس زاد فهمتني هزوني فهمتني جاء جمهور عمل ضرب في البارك الترجي الرياضي التونسي على اساس موريتان واحد يخرج والترجي الرياضي التونسي عنده بطوله باش تلعبها بعد شهر واش باش تلعب اخر ماتش مع شباب القروان في ملعب المنزه يلزموا الاحتفال يلزموا الوحش يكون موجود الحمد لله لا مجال للاحتفالات من غير وجود الوحش لا برافو عليك وبالفعل نشكر جمهور الترجي اللي قدموا لي حتى تويكا ما عليناش اللي وقفوا معايا واحضرت في جلسه جاني هيله عملوا لي هيله الله يرحم والديه الله يرحمه جاني هيله الحب 9 ريال وحكي معايا وخرجت وقعدت في جلسه خرجوني في جلسه بعد شهر ونص دخلت في الجلسه بعد شهر ونص قعدت في بلاصه خرج رئيس محكمه تونس عمرو فرق الغربي وجلسوا عليا وتكلمت انا في القاعه وقلت لهم راني ما عملت شيء بشيفتي محب ونحب الترجي نفرش المسلسل نفرش الترجي باسكيت من كره سله طلع لي جمهور الكلوب وقعدوا ضربوني شبعوا فيا ضرب هكا هو عاد بعد قال الرئيس اسكت سكت ولا رفع علي سهيله رفع علي وتكلم قال له ظهره عنده شر ونص في ظهره عندي ما يضبط دوروني لقاوا ظهري كله عصي وضرب ومضروب فهمتني وبعد قال له انت اللي مظلوم انا مظلوم بتبعتي مظلوم انا نشجع وما طلعوا لي المنصه طلعوا لي الجرادات ويضربوا فيا في المنصه بتاعي واحنا ثلاثه من الناس وقت ثلاثه من جمهور الترجي انا بعد كله كلوبيستية في بوقتها في حمطه في دبوس فيه هيك ما نجمش نقول لك ومن بعد يا سيدي قال له عندي ما يثبت دليل الاخر دليل الاخر شنو هو ثم تصور كيفاش طلعوا لي يضربوا فيا وانا على المنصه البوليسيه العوان الحمد لله وثم بالضرب الست نتاعي الحمد لله ربي ظهر الحق طفل صغير يصور فيا ثلاثة تصور أربعة تصور هزم الحديقة حسن بالخوز أعطاهم شي منظر جنيدي منظر جنيدي أعطاهم الهيلة وهيلة أعطاهم الرئيس والحمد لله نخرج عند مسمح الدعوة ورجعت نخدم وما في باليش منظر جنيدي هو وزير الاقتصاد مكان بي دي جي عارفي ولا وزير الاقتصاد والحمد لله وفرحت بيا ومشيت له قلت له شي منظر راني ما عملتش قال لي نعرف كل شيء ما عملت شيء ونشكر الوزير ونشكر وقته قايم بواجبه مشى أنا مظلوم ومتهم والحمد لله ورجعت نخدم وكملت الرجالات نتاعي وخرجت